يقول مررت على الديار ديار ليلى. اتفضل. مررت على الديار ديار ليلى. مين حضرتك؟ محمود ابو السعود. لا انسى حكايه محمود ابو السعود دي، انت دلوقتي قايس. مررت على الديار ديار ليلى. هو يا استاذ خالد هو عامل ايه في الديار؟ طالعه مظبوطه؟ طيب يلا قول. اتفضل. مررت على الديار ديار ليلى. كمان مره حلوه. مررت على الديار درار ليلى. لا مش لا درار ايه بتاعت لخبطنا. ديار ديار. ها مررت على الديار ديار ليلى. مررت على الديار ديار ليلى. خد بالك الديار هنا مفعول به. ليه؟ لان هو قيس اساسا منصوب عليه في الليله دي. دي واحده جننته. فهمت؟ يلا اتفضل يا استاذ. مررت على الديار ديار ليلى. 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 قيس. مررت على الديار ديار ليلى. أحبك يا قيس. لحظة صمت. لحظة صمت قاتل. احتويها بعينيك. أحبك يا قيس. ثواني يا مدام خليه يحتويك الأول. أسفل. ربنا يعينه. أسفل. على المشهد ده. اصل انا حاسس بان هو في مشهد ليلى كأن ليلى دي مثلا الداده بتاعته. مش حاسس بعاطفه خالص. طيب والله واحنا جينا اهي خليكي بس حضرتك كده رجعت. اه بتساعد والله. قولي له اهن يا قيس. اهن يا قيس. انت مالك اربع ايام يا اخويا محدش شاف. انت غايب فين كده؟ رحت فين؟ اهن يا ليلى. اه يا ليلى. اه يا ليلى. اه يا ليلى. اه يا ليلى. اجري. اه يا ليلى. انت جبت جول. فزت بليلى من القبيله كلها. امال بقول لك ابو تريكه ليه؟ ده رمز في الاداء. ابو تريكه لما يجيب جول بيمشي بيبقى طاير. انت احتويها فرحان. اه يا ليلى. اه يا ليلى. اه يا ليلى. ارقص معاها. لف بيها. مررت على الديار ديار ليلى. وما حب الديار شغفنا قلبي. وما حب الديار ها شفقنا قلبي. وما حب الديار شفقنا قلبي. ولكن حب من سكن الديار. ولكن ما حب سكن الديار. الراحة. لا لا تخاف يا ليلى. لا تخاف يا ليلى. لا تخاف يا ليلى. تعالى يا عم. لا تخاف. لا تخاف يا ليلى. لا تخاف يا ليلى. على هذا يا عدل اللي خدت المعزه. كله يوسع كله